فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نبحر في فضائل اسم جميل من أسماء الله الحسنى واللطيف فضيلتك اتكلمت في الحلقات الماضية عن مظاهر لطف الله بالعباد هل يقتصر لطف الله على العباد الصالحين فقط أم يمتد ليشمل الكفار والعصاة وحتى الحيوانات والطيور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الإجابة بشكل عام الله لطيف بعباده ده يعني لم يقل بالمؤمنين نعم لم يقل بالمؤمنين ولا بل. وهذا صحيح لأن مثلا الكافر يستمتع بهذا اللطف بمثل ما يستمتع به المؤمن تماما بتمام العصاة والمذنبون والمبارزون والمجاهرون بالمعاصي والذين يعني يتمدحون بهذا يتمتعون طبعا لا أقول من حيث لا يشعرون هم يمكن أن يشعروا ولكن يجحدوا يتمتعون أيضا بنفس هذه الألطاف الإلهية يعني حتى شمول لطف الله بالعباد ده من لطف الله برضو طبعا هذا الشمول ما هو طبعا ولطف شامل يعني سبحانه وتعالى وكأنه لم يدع عذرا لعبد من العباد في أنه ينكر ألوهيته وحتى سمى الكافر ظالم وهو أشنع وأشد أنواع الظلم الكفر لأنه سلب حق من الحقوق لأعظم مستحق للحقوق يعني الـ الـ الناس لا تلتفت الى يقول لك ازاي الكافر طب ما يكفروا مش المساله مش كده المساله هذا الذي يقول ذلك لو ان واحد ظلمه في يعني ألف جنيه ولا ألف دولار ما ينامش الليل لكن فكيف بك اذا يعني انكر وظلم من يرزقه ويلطف به ويرعاه وييسر له الامور ويعطيه العقل ثم يعطيه التفكير والأدلة وبعد ذلك يقول أنا لا أؤمن بالله هذا هذا ظالم فعلا فإذا اللطف سبحانه لطف الله سبحانه وتعالى ليس قاصرا على يعني على المؤمنين ولا على الصالحين وإنما هو لطف أيضا يلحق الآخرين كما يلحق المؤمنين ويستمتعون به غير اننا يعني نفرق بين امرين في 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 فيما يتعلق بلطفه سبحانه وتعالى بالكائنات الاخرى غير الكائنات الانسانيه فمثلا اذا كانت الكائنات الاخرى عباره عن حيوانات او كما قلنا وضربنا مثلا للفرخ الذي يخرج من البيضه ويجري ويلتقط الحب هذا لطف به لأن هذا المحل قابل للطف قابل للطف بمعنى أنه يستفيد به في حياته الخاصة قل مثل ذلك في الطائر وفي الحيوانات وفي كل شيء يدب على وجه الأرض يعني ويتحرك فعلاً الله يلطف به من حيث ولادته من حيث معيشته من حيث مثلاً السعي على رزقه من حيث الاكل من حيث أو من حيث التناسل كل كل دي لو ترك لشانه ولا يستطيع ان يفعل شيئا لكن كثير كثيرون يقولون طيب اين لطف الله بال بال بالجبال مثلا او بالبحار يعني بالجمادات او بالماديات نعم لطف الله سبحانه وتعالى في انه هذا اللطف هنا يعود الى الانسان لانه سخرها له مم. الانسان لا يستطيع ان يصنع جبال ولا يستطيع ان يصنع بحار ولا يصنع مهما اوتي من علم ومن 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 هو طبعا البحار عشان يشرب الماء آه مثلا الجبال المليئه بالمعادن ومليئه بالذهب ومليئه بكذا وكذا هي التي تلعب دورا كبيرا مثلا في آه ترتيب المناخ يعني اذا كان في الدفء في البرد الى اخره فإذا الكائنات الأخرى التي لا يتصور منها أنها يلطف بها في ذاتها لذاتها هي لطف أو أداه من أدوات اللطف بالنسبة للإنسان لكن لا يقال أن لا يوجد لطف في هذه الكائنات الجامدة التي لا تشعر ولو أن يعني هناك لطف آخر يعني انتبه إليه العلماء التصوف والقرآن يثبته حقيقة وهو أن هذه الكائنات الجمادية ليست ميتة سبحانك يا رب وتسبحه الجبال تسبح ربنا طبعا الجبال أداء نصوص قرآنية موجودة م. وإن من شيء إلا يسبح, يسبح بحمده بحمد. وشوف كم آية تأتي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض هذه النصوص يعني حتى فين إن كنت مؤمن بالله لازم فإذا هذه الجمادات تسبح الله سبحانه وتعالى والآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه مش عارفين بينسبحوا إزاي تعرف لا حتى لو يعني ما إحنا عندنا مثلا إحنا بنسمع الطيور احيانا لها اصوات آه طبعاً. اصوات ولا نفقهها اطلاقا لا تستطيع ان انما هي اصوات لها معنى عندهم في هذا العالم وحتى يعني يقال ان يعني هذه الحيوانات ايضا والدواب كلها مش يقال يعني ثبت بالحديث الصحيح انها يوم القيامه تحشر كما يحشر الناس حتى الحديث يقتص للعجماء من القرناء القرناء اللي فيها قرون العجماء اللي هي ممسوحة فيها قرون فاحيانا الـ الـ القرناء دي طبعا تتسلط على دي عارفه مش هتقدر ترد عليها فتنطح العجماء دي وتتسلط عليها لانه ده جاي من فين جاي من صفه العدل العدل لا ما معنى عدل مطلق انك تتناول كل شيء من بين هذه الاشياء عندي حيوانات تعتدي على بعضها وبعض ضعيف يوم القيامه يقتص للعجماء من القرناء ياخذ حقه في مظهر اخر يا مولانا ايضا ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه في سوره الشورى بيقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء نعم اه فازاي يكون الرزق من مظاهر اللطف ومن المستحق لنعمه الرزق؟ لا هو شوف العبد لا نستطيع ان نقول انه مستحق مستحق لما يكون بالنسبه لمن هو عبد مثله اه ممكن يستحق لكن آه. لمن يعني أوجده وخلقه ويتولى كل شيء جميل صحيح فيه ما أقدرش أقول أنك أنت تستحق يعني أي تاني يعني عند من طب وأين الثمن الذي دفع له يعني ربنا يعطيني حتى لو لا أستحق طب هو عادة من يعني مش معنى لا تستحق بمعنى أنك أنت يعني ضد لا بمعنى أنه يعني لا يثبت لك هذا الحق الا فضلا منه ولطفا منه فلان هذا العبد فعلا يعني لو راح يحاسب ما له عند الله لا شيء يعني يعني اذكر نعمه البصر اذكر نعمه السمع اذكر نعمه الحواس كلها اذكر نعمه التفكير اذكر نعمه النعم اللي انت محاط بها لما حتيجي تدفع ثمنها ما لا يوازيها اي حمد مش ممكن مش ممكن ابدا ويعني و... وتعريضه لكل شيء جميل وكل شيء حسن و طبعا في اطار امره بالاسباب لا بد من 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 اتخاذ الاسباب فاذا هذا هو في اللطف الالهي حيثما يعني آ... نظرت تجد انه هو حاضر وجاهز باستمرار في كل شيء طب الرزق للجميع يا مولانا طبعا الرزق الجميل نعم, نعم رزق الجميل. ولكن مؤمن يعني وكافر مؤمن وكافر طبعا ويعني هو الـ الـ سبحانه وتعالى يعني في آية ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة هذا هو الـ الـ الامتداد اللطف للمؤمن ولغير المؤمن على السواء بل كما قلنا للحيوانات بل للجمادات بمعنى انه انه سبحانه وتعالى خلقها مسبحه عابده عارفه لا في معرفه هنا بالضروره والذي ينكر ذلك ينكر النص القراني يبقى اذا اللطف بالانسان اللطف بالحيوان اللطف بالجماد والنبات يعني اذا لطف الله سبحانه وتعالى يشمل جميع الموجودات والمخلوقات نعم طيب ماذا عن اهلنا في قطاع غزه مولانا كيف ينعمون بهذا اللطف الالهي وهم يعانون من التجويع ومن الاباده؟ اين اللطف في هذا؟ انا اعتقد ويمكن قلت لحضرتك قبل ذلك ما يحدث في غزه ده فيه لطف ان شاء الله. لطف بالقضيه الفلسطينيه وعادت اليه الروح. هذا بدماء الشهداء نعم بدماء الشهداء طبعا رويت من جديد طبعا هو... طب وهو يعني مكان اللي كنا نقول كلام ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب باصحابه الى بدر او الى احد ده حياته كلها كفاح ودم من اصحابه وقتل لكن شوف الان الوضع ايه ما فيش 80 سنه كان هذا الدين يعلم الانسانيه الانسانيه كلها والله استطيع ان اقول انه انقذ الانسانيه علمها العدل علمها الرحمه علمها التفكير علمها التصحيح في كل شيء في العقائد في الأخلاق في الآداب في كل بمعاناة التي يعيشها بمع... لا طبعا <applause> الثمن دفع أيوه. يعني. فاللي بيحصل ده ثمن إن شاء الله لي آه يعني أمر ما سيحدث من عند الله سبحانه وتعالى ولا يتخلف هذا الوعد يعني وعد الله لا يخلف الله وعده بعد لأن هذا الثمن فعلا ثمن قدم وثمن في جنب الله سبحانه وتعالى ليس كبيرا يعني يعني احنا نذكر هنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها لما قتل أخوها يعني سيدنا الإمام الحسين ماذا قالت يعني سبحان الله لأنها تعرف عظمة الله وأن فقالت اللهم تقبل منا هذا القربان القليل أخذ قتل ابن بنت رسول الله كيف يكون قليلا لكن بالنسبة للطاف الله ونعم الله وكذا هو شيء قليل فلعل هذا يعني شيء قليل مما إن شاء الله سيلطف به بنا في المستقبل القريب إن شاء الله إن شاء الله فضيلة الإمام يعني كيف نترجم إيماننا ومعرفتنا باسم الله اللطيف في أفعالنا وفي سلوكنا اليومي ما هو نصيب العبد من هذا الاسم؟ نصيب العبد أن يتفكر في معنى هذا الاسم وهو اللطف ويحاول ان يتدرب على اكتساب هذا الوصف بما تطيقه طبعا بشريته لا, لا, لا نقول انه يعني سيكون لطيفا مثل كاسم من اسماء الله وانما كاسم يناسب الانسان وضاقته ومحدوديته كما يقولون فهو عليه ان يتدرب على معنى اللطف ويحاول ان يكون لطيفا مع العباد بحيث يعني يحاول ان يفكر كثيرا في قوله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه صدق. هذا هذا طبعا اللطف اللطف البشري ايوه طبعا ده يدرب الـ الـ الانسان في 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 هذا الكلمه الطيبه صدقه يعني ان يكف اذاه عن الناس وشره عن الناس كل هذا هو في معنى اللطف لكن هذا لا ياتي الا بالتدرب. مم. والشهر الكريم ده فرصه لان يتدرب شيئا فشيئا وبحيث انه يبقى هذا يعني ياتي منه هذا التلطف بشكل تلقائي يعني وبشكل جبلي كما يقولون. لا واولى الناس ب يعني الذين يتوجه اليهم هذا اللطف هو طبعا اهله الزوجه الابناء البنات الاسره الاصدقاء الاقربون اولى بالمعروف طبعا برقم واحد يعني اذا فشل في هذا فلا ينتظر منه خير فيما تبقى فيما بقي فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمه واحبائنا الكرام شكرا لكم على طيب المتابعه ونلتقي أياكم مع الامام الطيب في حلقه مقبله باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته